يشرفني أن ألقي أمامكم كلمة السيد توفيق جلاسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي تعذر عليه الحضور نظرا للالتزامات الحكومية. حضرة السيد رئيس المؤتمر، حضرة السيد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، حضرات السيدات والسادة أصحاب المعالي والسيادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، تحتضن مدينة دبي فعاليات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات باستضافة كريمة من دولة الإمارات التي نتوجه إليها بالشكر والثناء على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم. لقد أصبحت مدينة دبي مهداً لكبرى التظاهرات الدولية ليس في مجال الاتصالات فحسب، وإنما في جميع المجالات، وذلك لما توفره من بنية تحتية وخدمات متطورة جعلتها تحرز شرف تنظيم تظاهرة أكسبو 2020 العالمية، ولها في ذلك منا كل التهاني والتمنيات بالنجاح. حضرات السيدات والسادة، لقد دخلت تونس المرحلة الأخيرة من مسارها الانتقالي من خلال تكوين لجنة مستقلة للانتخابات واعتماد دستور جديد يؤسس إلى وطن ديمقراطي يحترم الحريات ويكرس مبدأ الحق في النفاذ، مما يجعل من الدستور التونسي إحدى الدساتير القلائل التي تضمن مثل هذه المبادئ. إن تكريس مبدأ الحق في النفاذ في الدستور التونسي ينبع من إيماننا أن النفاذ حق أساسي، بدونه تبقى الحريات غير مكتملة. وسعياً إلى ترجمة هذا الحق على أرض الواقع، عملت الأطراف المختصة بمعية مختلف المتدخلين من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني بوضع معاليم استراتيجية وطنية تتكون من 5 محاور تهدف إلى جعل تونس مركز إشعاع إقليمي في استعمال التكنولوجيا الرقمية. المحور الأول لهذه الاستراتيجية يتمثل في تعزيز البنية الأساسية. المحور الثاني يخص الإدارة الإلكترونية والخدمات على الخط. المحور الثالث من الاستراتيجية يتعلق بموقع تونس كقطب إقليمي في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ. المحور الرابع يهدف إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية والمبادلات التجارية. المحور الخامس والأخير من الاستراتيجية الوطنية يتضمن إرساء سياسة وطنية للبحث والتطوير والابتكار. حضرات السيدات والسادة، إن التطور الذي يشهده القطاع والاندماج الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتقارب الذي تفرضه هذه الوضعية أدى إلى تداخل وتعارض بين جملة من المتدخلين، إن جملة هذه الأسباب تجعل الاتحاد الدولي للاتصالات يدخل منعرجا حاسما في تاريخه، يستدعي منا كل الانتباه حتى يحافظ هذا البناء على دوره. حضرات السيدات والسادة، لقد عملت تونس ولا زالت تعمل على دعم وتمتين علاقاتها التاريخية مع الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث سخرت بلادنا العديد من إطاراتها لخدمة هذا الهيكل الدولي. وما فتئت بلادنا تواكب التطورات من أجل النهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، حيث بادرت في سنة 98 بالدعوة إلى عقد قمة عالمية حول مجتمع المعلومات. وتأكيداً لإيمانها الراسخ بالعمل في إطار المجموعة الدولية للنهوض بتكنولوجيا المعلومات ودعم علاقات التعاون من أجل التنمية والمساهمة في تسييم أهداف القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، تلتزم تونس بالعمل المتواصل في نطاق التوافق الدولي في أشغال الاتحاد. كما تساهم تونس في جميع أنشطة الاتحاد بالإضافة إلى استضافتها العديد من التظاهرات الإقليمية والدولية، ولمواصلة المشوار والتمادي في تنفيذ التزاماتها تجاه المجتمع الدولي، فإن تونس تتشرف بالإعلان عن أولاً ترشحها لعضوية مجلس الاتحاد، ثانياً ترشيحها للسيد المنجي حامدي لمنصب الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للاتصالات. حضرات السيدات والسادة، مع تمنياتنا بالنجاح لمؤتمرنا هذا وتجديد شكرنا لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وتقديرنا للمجهودات المبذولة من قبل الأمانة العامة للاتحاد
والمكاتب الثلاثة للاتحاد مع تقدير خاص للسيد إبراهيم سنو الذي لم يدخر أي جهد لجعل مؤتمر التنمية ناجحا على كل المستويات. والسلام عليكم.